بس انا هون بدي اسال هاني، انت كرجل ممكن تحضر مباراه كره قدم نسائيه؟ والله ممكن، ليش لا، بالعكس يعني الواحد ياخذ فكره. وانا احيانا يعني لما يكون في بطوله عالميه اتابع شوي، تابع يعني اذا في مباراه او شيء حلو. هلا هو اكيد بيكون كمستوى اللاعب يعني اقل احترافيه من الشباب، لانه تحديدا بوطننا العربي لسه ما في هالاهتمام، بس بتوقع مع الوقت بيتحسن هالشيء. ومثال على هالشيء هالفيديو يلي بيوضح كيف كان حال كره القدم باليابان لما بداوا رسميا لاول مره باواخر الثمانينات. فيعني كان الوضع شوف هذا كره قدم نسائيه، هي اول مباراه باليابان، يعني اول مباراه رسميه انتهت بشد الشعور. اكيد دائما كره قدم النسائيه دائما عندهم اشكاليه بحارس المرمى، صح؟ دائما حارس المرمى هيك فاتوا بعض كلهم اخر شيء على المرمى، بس انه هي كانت البدايه. اما اليوم عم بيشاركوا كمنتخب قوي بمنافسات عالميه، ويا ريت نشوف عن جد الناس عم مهتمين بمتابعه كره القدم مع الوقت، لانه هيك كانت البدايه واليوم هن هيك يعني، فدائما بيكون في امل. كان في مستوى ان شاء الله في متابعه ان شاء الله. اكيد.